العشر العشرين ثانية دي طبعا اللي فاضلة عبارة عن فدائية بقى من لاعبي النادي الأهلي، وفدائية أيضا من فريق الزمالك، لأن دي الكرة دي قد تحسم مصير الدوري في هذا العام 2021 دوري المحترفين. وادي شايف مراقب المباراة كابتن هاني سعيد بيقعد لعيبة النادي الأهلي، طبعا لازم يبتدي المباراة وكل شيء مظبوط. بالفعل اتلعبت رمية المرمى، اسلام لأسامة على يمينه لرمضان، محسن رمضان، هل محسن بينزلها؟ قال ايه، هنشوف القرار هنا ايه، هل رمية جزائية ولا انتهى الوقت كده؟ بالفعل هنشوف القرار ايه مع الحكمين، هنشوف. طبعا طارق محروس دخل، طارق محروس دخل وبيقول لهم اللي بيطلع لعيبته كلها بره الملعب، لان الوقت كده. انا شايف ايضا مراقب المباراه علاء حسن وبيأكدوا ان الوقت انتهى قبل الكره ما تخش، قبل الكره ما تخش. اذا هل هيعلنوا نتيجه اللقاء التعادل 28-28؟ بالفعل بالفعل اعلنوا نتيجه اللقاء 28-28، وبيطلبوا من جميع الفرقتين كله يروح لمكانه. لكن مباراة عظيمة أداها النادي الأهلي الحقيقة في الشوط الثاني بالذات، عمل مجهود رائع، مجهود رائع، وقدر يتخلص من فارق الثلاث أهداف لغاية ما هو اللي وصل لثلاث أهداف، والمباراة مشيت سجال. طبعا فرقة كبيرة فرقة نادي الزمالك، لكن ولادنا ولاد النادي الأهلي أثبتوا وجودهم وأثبتوا جدارتهم، وكان ممكن يكسبوا هذه المباراة لو الكرة دي سرعت بعض الشيء ووصلت لعيسى لإسلام حسن عيسى، كان وصلته أسرع من كده، كان ممكن يبقى فيها جون وفيها الفوز. على أي حال أنا شخصيا بهني النادي الأهلي على المجهود اللي اتعمل دوت، مجهود رائع، مجهود رائع من لعيبة النادي الأهلي ومن كل الجهاز الفني والإداري، إنه يحول النتيجة من هزيمة ثلاث أهداف في الشوط الثاني إلى إن التعادل 28-28 والتقدم في أحيان كثيرة أثناء اللقاء. إذا انتهت المباراة وانتهى أيضا مراسم تسليم الدرع، وإلى لجنة المسابقات طبعا والكابتن سعيد عبد المنعم وهي اللي هتحدد المباراة القادمة، لأن اللائحة بتقول كده إن المباراة لو انتهت بالتعادل النقاط هي اللي بتحدد المركز. إذا